عايز اكلمك بقى عن الحياه الخاصه والحياه الرياضيه. بيبقى فيه كده زي انت بتقدر توازن الامور ازاي، ازاي ما تقدرش تعطلك مثلا عن دراستك، واجهت ده ازاي في مراحل سنيه بقى كتير، كلمنا عنها. هي دي اصعب حاجه تقريبا بقى، الحياه جنب احلامك، فان انت تحقق الاتنين مع بعض فبيبقى الموضوع صعب، لان انت الحياه متطلبه ان انت تشتغل ومحتاجه ان انت تدرس، زائد ان انت عندك طموحات ونفسك تكون بطل ومعكش داعم، فانت لازم اول حاجه تؤمن بنفسك جدا، تكون مصدق حلمك، وتالت حاجه ان انت تبتدي تشتغل الاول على نفسك، يعني تخلص دراستك بسن بدري، تاخد كورسات لو انت ضعيف في حاجه تنميها، تبتدي تاخد خبره عمليه من الحياه عموما، ونجرب اكتر من مجال عمل. كل ده بقى قوى شخصيه عبد الرحمن وساعدني ان انا لا، حتى لو معيش راعي، معيش نادي، معيش كابتن، انا هتمرن، انا هشتغل على نفسي، انا هحقق. فاشتغلت حاجات كتير جدا، يعتبر من سكراتش او من الصفر، لحد ما الحمد لله وصلت لشركات عالميه. يمكن ده كرم ربنا اكتر من هو مجهود عبد الرحمن اجتهد، بس هو ربنا ليه فضل اكيد طبعا كبير فضل جدا علينا. لله في اي حاجه اولا واخيرا، حتى لو احنا على عبد بنجتهد الرحمن فهو وعلى احمد، يعني على كل الناس احنا سبب، بصراحه. بس مجرد سبب. بالظبط. بس يبقى عندك انت، الواحد بيبقى عنده الدافع وبيجتهد، وربنا هو اللي بيبقى مسير امورك بالشكل الافضل، ولما بتحقق الحاجه في وقت معين تبقى فخور بقى جدا، انت بتبقى فرحان فرحه، قمة وربنا بيختار سعادة. لك الوقت الصح على فكره دي انك حقيقة، تحققها فيه. دي حقيقة. يمكن من لو كان ربنا مثلا اداني حاجات من وانا صغير ما كان خدها مني وانا كبير، او كان العكس، فهو انا دلوقتي ده احسن حاجة ربنا حطني فيها، اللي انا وصل له ده فضل ونعمة. حتى اللي ناقصني ده ما بفكرش فيه، هو بتاع ربنا، يعني انت هتعمل اللي عليك، تشتغل على نفسك، تركز في يومك، وتسيب الباقي على ربنا.